المهم السلام عليكم، شكرا للحضور ديالكم. معكم رضا الزهر من مكتب التنسيقيه ديال المتضررين ديال بساتين بوسكوره. حاليا حنايا في جينا باش نحتجوا ونطالبوا بالحقوق ديالنا مره اخرى. جينا عشرات المرات وعشرات المرات من فيفري وحنا كنجيو كنوقفوا هنايا. الجودي ديغني دونك الخميس اللي فات كانت واحد الاعتصام مفتوح هنايا اللي كانوا فيه الاخوان ديال التنسيقيه. الاعتصام كانت فيه هجومات من طرف السيكوريتي ديال صاحب المشروع، دونك تهجموا عليهم وتعداو عليهم. احتجينا وحضرنا هنايا وبقينا هنا حتى 12 الليل. لو لوندومان سيتي ان فوندغودي، جينا عاوتاني اعتصمنا بنفس الطريقه ووصلنا الصوت ديالنا. خرجت عندنا صاحبه المشروع صيفطات لنا لي كوميرسيو ديالها، قالت لنا انا غادي نلقى لكم حل اليوم. المهم مني بغات تلقى معنا حل، اعضاء التنسيقيه دخلوا هضروا معاها تفاهموا معاها، قالوا لها برا كاين اكثر من 80 واحد ديال المتضررين ديال بساتين بوسكوره، هاد الناس باغين فلوسهم ولا باغين دارهم، شنو غادي ديري معاهم؟ قالت لهم هاد الناس هادو ما تيقتكمش انايا، ما تيقتكمش، ما كنظنش بان هاد العدد كامل انساتيسفي. هادشي كان اجتماع ما بين اعضاء تنسيقيه متضرري بساتين بوسكوره والسيد الباشا وزوجة صاحب المشروع. المهم خلاصه القول بانهم خرجوا بواحد الصيغه بان هاد الناس هادو اللي كيحتجوا برا غادي يدخلوا وغادي يوقعوا عندهم السميه والكنيه ولاكارت ناسيونال، على اساس باش غادي دار واحد الجدول زمنيه في مده اربعه اشهر باش يتم التعويض ديالهم ماليا، ولا ياخذوا المنازل ديالهم مع 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 مراعاه الشروط. المهم الاتفاق كان بانه غادي يكون واحد المحضر، ذاك المحضر كنعاودوا فيه زعما الخلاصه ديال الاجتماع وما تم الاتفاق عليه اتسيتيرا، وكان خصو يتسنى من عند زوجة صاحب المشروع او ممثل المشروع مع الباشا مع اعضاء التنسيقيه. اعضاء التنسيقيه سناو في المحضر، صاحبة المشروع بقات كتماطل من يوم الاحد الى يومنا هذا، ما بغاش تسني المحضر. سعادة الباشا قال لنا غادي نسني المحضر مني تسني هي، لحد الان ما سناتوش. كانوا دايرين في الجدول الزمنيه بانه كل اربعاء غادي يكونوا دي شيك اللي غادي تعطاو للناس، وفعلا اتصلوا بواحد 10 اخوان هكاك، عيطوا لهم صيفطوا لهم دي ديزيستمون بلي نيميرو شيك باش يجيو ياخذوهم من البشويه، ولكن ما سيناوش المحضر. يعني في حل اللي غادي تقول غادي يعطيو لهاد 10 الناس لي شيك ديالهم، ولكن الاتفاق ما غاديش يكون الاحترام ديالو حيت ما عندناش ما يثبت. سعادة الباشا بعدا باش بدا الحوار ديالو في الاجتماع يوم الجمعة قال بأن السيد العامل عطى التعليمات ديالو من بعد واحد الاجتماع اللي دار مع صاحب المشروع ديال بساتين بوسكوره اللي هو يوسف البزيوي، داروا اجتماع وخلصوا بان غادي يكون تسويه الوضعيه للمتضررين ديال بساتين بوسكوره كل اربعاء، يعني كل سيمانه غادي تكون التسويه في هذه الفتره الزمنيه ديال اربعه اشهر. دابا الاتفاق ما احترموش حيت عزلوا خمسه الناس من التنسيقيه وبعض الاخوان وحدين اخرين. اعضاء التنسيقيه قال لهم انتم دابا كتقولوا لنا اجيو خذوا لي شيك ديالكم واخا، ولكن هذا المحضر وهذا الاتفاق هذا راه باقي كاع ما سينوتو عليه، ما عندناش زعما شي دليل بانكم غادي تحترموا البنود ديال الاتفاق اللي هي كل اربعاء غادي تعطيو الناس لي شيك ديالهم، ومن غدا غادي تبداو تستقبلوا الناس باش تعرفوا تحاولوا تقنعوهم ياخذوا دارهم ولا تعطيوهم فلوسهم. المهم الديسكور ديال زوجة صاحب المشروع أمينة الزهيري تبدل، قالت لهم انا ما كنعترفش بالتنسيقيه، التنسيقيه ما كتمثلش الزبناء، انا كنتعامل مع الزبناء ديالي بوحدهم،
هي في الاول ملي كنا حنا هنايا اكثر من 80 استقبلاتنا وقالت التنسيقيه انت اللي تنسقي ودخلي الناس عندي ودخلات معاهم في حوار وفي نقاش بحضور السيد الباشا. اليوم ملي جينا عندها باش نسينو المحضر وباش نطبقوا هذا الاتفاق هذا تقلبات علينا ولو ديسكور ديالها تبدل. قلنا لها حنا المهم الاخوان ديال التنسيقيه الاعضاء زعما الرفاق ديالي رفضوا رفض تام باش ياخذوا الشيكات ديالهم، قالوا لهم حنا ما ناخذوش لي شيك ديالنا الا ما تسواش الوضعيه للاخوان الاخرين. دونك قالت لهم انا نتعامل مع الزبناء ديالي، قالوا لا ماشي مشكل الزبناء ديالك غادي يجيو دابا وحنا الشيكات ديالنا ما غاديش ناخذوهم مادام ما غاديش تستقبليهم ما غاديش تلقاي معاهم حل. دخلوا الاخوان 10 في الاول، دخلوا عاوتاني 20 من بعد. كتقول لهم نتوما واش كدويو على راسكم ولا كتمثلكم التنسيقيه؟ كيجاوبوها نفس الجواب كتمثلنا التنسيقيه، كترفض الاستقبال ديالهم. خرجت عندنا عاوتاني سولاتنا نفس السؤال، قلنا لها كتمثلنا التنسيقيه يعني حنا متضامنين كاملين، حنا كاملين متضررين، عندنا نفس المطالب، عندنا نفس الحقوق. دونك باش ما يبقاش هاد اشكال الاحتجاج، حيت حنا تنسيقيه عندنا الاوراق ديالنا دافعينهم. كانوا في الاول مشاورات وحوارات اللي كانوا كيداروا بطلب من الباشا اللي دخل زعما بطريقه حبيه باش يصلح المشكل من شهر فبراير. كنا كنديروا اجتماعات في الباشاويه بحضور الممثل التجاري لمشروع بساتين بوسكوره. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.